بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. يمكن بنعتذر طبعا يوم الأربعاء اللي فات ما كناش معاكم، ويمكن اليومين دول زي ما انتم شايفين نزلة برد جديدة شوية، لكن النهاردة بإذن الله مع بداية الأسبوع هنكون معاكم أول بأول وحلقات جديدة من برنامج الترند. يمكن الفترة الحالية يمكن نزلات البرد جديدة شوية، وربنا يحفظ الجميع ويسلم الجميع، الناس تاخد بالها من نفسها شوية وصحتها، يمكن الجو متغير الأجواء، لكن بإذن الله الفترة الجاية إن شاء الله هنكون معاكم يوميا في حلقات برنامج الترند. بالتأكيد عندنا أحداث عديدة، أحداث كثيرة، قرعة مونديال الأندية كانت يوم الخميس، دوري أبطال إفريقيا ومباراة الأهلي وأورلاندو كانت يوم السبت. فالنهاردة بالتأكيد عندنا إطلالة مهمة جدا على كافة التفاصيل والموضوعات اللي معانا في برنامج الترند. طبعا بداية الأسبوع مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، واللي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين، الأهلي بأربع نقاط، أورلاندو بايرتس أربع نقاط، ولكن اشتعلت المجموعة بفوز شباب بولزداد خارج أرضها في الكوت ديفوار بعد الفوز على استاد أبيجان بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي استاد أبيجان حاليا في المركز الثالث بثلاث نقاط خلف الأهلي وأورلاندو بايرتس. المجموعة أكيد أربع نقاط الأهلي، أربع نقاط أورلاندو بايرتس، ثلاث نقاط شباب بولزداد. وبالطبع ماتش الأهلي امبارح كان الجهاز الفني بيحاول قدر الإمكان يطلع بأفضل نتيجة إيجابية عشان أولا تقدر تستعد بشكل معنوي وانت مسافر لقطر خلال ال 48 ساعة اللي جاية، ثانيا عقب العودة من جنوب إفريقيا تكون على الأقل في صدارة المجموعة. طبعا كانت في مسألة الغيابات والإصابات اللي كانت موجودة في الفريق في الفترة الأخيرة، الجهاز الفني كان بيحاول يتعامل معها، ولكن قدر الجهاز الفني يطلع بنتيجة قدر الإمكان تكون نتيجة مرضية بعد عودة وسام أبو علي للمشاركة بشكل أساسي، عودة إمام عاشور للمشاركة بشكل أساسي، وحصلت عدة تعديلات في التشكيل طبقا لوجهة نظر فنية لمارسيل كولر. بالمناسبة امبارح الناس شافت وسام أبو علي في التشكيلة الأساسية، ووسام أبو علي في التشكيلة الأساسية رغم أن البعض كان بيقول أن وسام صعب جدا يلحق ماتش أورلاندو، صعب يلحق بطولة إنتر كونتيننتال، مش قبل يناير على ما يقدر يدفع بيه مارسيل كولر في المباريات، ولكن اللي اتقال الحمد لله هنا في قناة الأهلي هو اللي كان الصح وهي اللي كانت الأخبار المظبوطة، ووسام لحق مباراة أورلاندو وكان متواجد في التشكيلة الأساسية. وطبقا للاتفاق مع مارسيل كولر لو مجريات المباراة مشت في سياقها الطبيعي هيكون أول تغيير في الدقيقة 60، لأنه كان محتاج أن كولر يدي وسام شوية جرعة من المباراة عشان يستعيد لياقته البدنية والفنية قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة إنتر كونتيننتال. عموما الحمد لله الأهلي رجع من جنوب أفريقيا نقدر نقول بنتيجة ليست سلبية، يعتبر نتيجة إيجابية، التعادل بنقطة إضافية للنادي الأهلي. لسه الأهلي عنده مبارتين الجولة الثالثة والرابعة مع شباب بولزداد، اللقاء الأول في القاهرة يوم 22 ديسمبر، وبعدها اللقاء الجولة الرابعة في الجزائر يوم 4 يناير. بإذن الله تكون يعني أربع نقاط أو ست نقاط إيجابية للأهلي إن شاء الله في المرحلة اللي جاية. كمان من الأمور اللي جذبت انتباه جماهير النادي الأهلي بخلاف ماتشات دوري أبطال إفريقيا هي قرعة مونديال الأندية اللي أقيمت يوم الخميس الماضي، وكلكم شفتوا بالتأكيد مراسم القرعة على الهواء مباشرة على شاشة قناة الأهلي، والمشاركة اللي هتكون للنادي الأهلي تاريخية، لقاء الافتتاح التاريخي أمام إنتر ميامي ضمن منافسات المجموعة الأولى اللي هتضم فريق بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. طبعا وقت ما تم الكشف عن اسم النادي الأهلي في هذه القرعة، يعني التصفيق والحرارة الشديدة اللي صاحبت يعني اسم النادي الأهلي أثناء مراسم القرعة من خلال تقديم أليساندرو ديل بييرو النجم الإيطالي، وسعداء بتأكيد بوجود النادي الأهلي في هذه البطولة وضربة البداية ولقاء الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي عشان تكون مشاركة بإذن الله تاريخية في مجموعة صعبة وليست سهلة. كمان الفرق العربية ليها نصيب في هذه القرعة من مجموعات قوية جدا. أولا المجموعة السابعة اللي فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس مع الوداد والعين الإماراتي،
يعني مجموعة فيها ديربي عربي ما بين الوداد والعين، لكن في نفس الوقت فيها فرقتين على أعلى مستوى، السيتي واليوفي. نروح للمجموعة الثامنة، هتلاقي مثلا ريد بول سالزبورج والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي. نفس الأمر على فكرة، المجموعة صعبة جدا برضو، تتكلم على الريال، ضربة البداية للريال مع الهلال السعودي هتبقى مجموعة صعبة بالنسبة للهلال السعودي، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون البطولة على المستوى العربي والمستوى الإفريقي مشاركة جيدة. وقدامنا على الشاشة دي المجموعات، 8 مجموعات. المجموعة الأولى بالميراس بورتو الأهلي إنتر ميامي، المجموعة الثانية باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد بوتافوجو سياتل الأمريكي، المجموعة الثالثة بايرن ميونخ أوكلاند سيتي بوكا جونيورز بنفيكا، المجموعة الرابعة فلامينجو الترجي تشيلسي ليون المكسيكي، المجموعة الخامسة ريفر بليت أراوا الياباني مونتيري المكسيكي إنتر ميلان الإيطالي، المجموعة السادسة فلومينينسي البرازيلي بروسيا دورتموند الألماني أولسون هونداي الكوري سان داونز الجنوب إفريقي، والمجموعة السابعة السيتي الإنجليزي الوداد العين يوفنتوس الإيطالي، والمجموعة الثامنة الريال والهلال وباتشوكا وسالزبورج النمساوي. يمكن دي مجموعات كأس العالم للأندية. عفوا. كمان النهاردة على فكرة يمكن فريق سيدات النادي الأهلي لكرة السلة هيلعب مع فاب الكاميروني، المباراة هتكون الساعة 11 مساء على صالة ماريوس نيداي في بطولة إفريقيا المقامة في السنغال في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري. بطولة قوية جدا، نتمنى التوفيق لفريق أنسات الأهلي لكرة السلة في مواجهة فريق فاب الكاميروني. عموما الحلقة هيكون فيها تفاصيل كتيرة وموضوعات مهمة جدا، لكن النهاردة هينورنا واحد من نجوم ومدربي الأهلي على مدار التاريخ. ضيفنا وضيفكم النهاردة الكابتن فتحي مبروك، هيكون ضيف الفقرة الحوارية في برنامج الترند. وزي ما انتم متعودين مع بداية الأسبوع لازم تكون في الفقرة الحوارية معانا واحد من نجوم النادي الأهلي، يا إما اللاعبين الحاليين أو السابقين أو واحد من المدربين اللي سطروا تاريخ طويل جدا كبير جدا مع النادي الأهلي. هيكون النهاردة في الفقرة الحوارية في برنامج الترند، لكن نروح دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة. سؤال النهاردة عايز أعرف من رأي حضراتكم، مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس؟ تقدروا تشاركوا معانا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وعلى الانستجرام ومن خلال منصة إكس. وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم، مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بالأمس. لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين، عندنا عناوين مهمة جدا متعلقة بآخر الأخبار. البداية في ترند الأهلي، بعد التعادل مع أورلاندو بعثة الأهلي تصل القاهرة. كمان الأهلي يسجل قائمة لاعبيه لمباراة كأس التحدي. وفي الترند العالمي، صلاح يقترب من التجديد لليفربول لموسمين. استعراض مباريات اليوم والنهارده في جوله كبيره جدا من المباريات سواء الافريقيه او حتى في الدوريات الاوروبيه. نبدا بدوري ابطال افريقيا، والساعه 6 منذ قليل بدات مباراه دوجليبا المالي مع بيراميدز، مباراه بتتلعب في مالي. عفوا. الساعه 9 الهلال السوداني في مواجهه مع مازيمبي الكونغولي. نروح للكونفدراليه الافريقيه، الساعه 6 ايضا بدات مباراه انيمبا مع الزمالك في نيجيريا، والساعة 9 بلاك بولز مع المصري. الدوري الإنجليزي 6:30 توتنهام أمام تشيلسي، مباراة قوية جدا وديربي صعب جدا. نروح للدوري الأسباني، منذ قليل يعني أتلتيكو بلباو متقدم على فياريال بهدف مقابل لا شيء، وأوساسونا يستضيف ديبرتيفو ألفيس 7:30. عفوا. وفي العاشرة أتلتيكو مدريد يستضيف إشبيلية. في الدوري الإيطالي، نابولي مع لاتسيو في العاشرة إلا ربع. دي أبرز مباريات اليوم، لسه عندنا الجديد والتفاصيل والكواليس، ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
طيب بعد تحدي بطولة قرعة مونديال الأندية والمواجهات اللي هتبقى إن شاء الله على هامش هذه البطولة والمنافسات اللي هتنطلق في 15 يونيو خلال العام القادم، وبعد ما اتكلمنا على مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس والنتيجة اللي خرجت بيها المباراة بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين ونقطة لكل فريق بتضمن للأهلي الصدارة بعد الجولة الثانية، في ظل إن كمان مجموعات دوري الأبطال فيها منافسة شديدة جدا، والنهاردة مع ختام المباريات هنشوف مجموعات النقاط كلها متقاربة من بعضها. ولكن الأهلي أمامه تحدي ثالث بعد تحدي مونديال الأندية وتحدي دوري أبطال إفريقيا وغلق المشوار المحلي. الأهلي دلوقتي أمامه تحدي ثالث، ألا وهو بطولة كأس التحدي اللي هتتلعب في قطر يوم 14 ديسمبر. مباراة صعبة جدا، لسه هننتظر الفائز ما بين باتشوكا المكسيكي أمام بوتافوجو البرازيلي. المباراة اللي هتتلعب بالمناسبة يوم 11 ديسمبر، يعني يوم الأربعاء اللي جاي. الأهلي بإذن الله مساء هيتعرف على المنافس اللي هيلعب معاه يوم السبت في قطر، وأعتقد هتبقى مواجهة صعبة جدا، ومواجهة نقدر نقول خطوة منها إلى المباراة النهائية اللي ريال مدريد قاعد مستني هيشوف هيلاعب مين على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر. الأهلي إن شاء الله هيسافر يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر. وكلنا عارفين ان ماتش الاهلي وانبي في كاس الرابطه تم تاجيله من قبل الرابطه، لان الميعاد اللي كان مدرج في المواعيد الاجنده ليست المواعيد المناسبه. الاهلي محدد من بدري ميعاد السفر، الفيفا مبلغ ان اي نادي عنده مباراه يكون موجود في الدوله المضيفه قبلها من 3 الى 5 ايام، فالناس كلها عارفه الاهلي مسافر يوم 10، ما كانش هينفع يلعب مباراه انبي، وبالتالي تم تحديد رحله سفر خاصه عبر رحله وطائره خاصه هتقل بعثة فريق النادي الأهلي يوم 10 ديسمبر بإذن الله إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، عشان الأهلي يصل إلى الدوحة يوم 10 ديسمبر ويستعد من خلال هذه الرحلة لمواجهة الفائز ما بين درب الأمريكتين يوم 14 ديسمبر. كمان برنامج الفريق ابتداء من النهاردة لغاية يوم السفر. أولا النهاردة الفريق راح سلبية، هيتمرن بكرة إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين، وهيتمرن تدريب تاني يوم الثلاث، وهيطلع من التدريب على مطار القاهرة هيستقل الرحلة الخاصة والطائرة الخاصة للسفر إلى قطر، عشان الفريق يتمرن يوم 11 في الدوحة و12 و13 ويلعب 14. بس الأهلي لما يوصل 10 في برنامج معد من الاتحاد الدولي لاستقبال بعثة فريق النادي الأهلي في فندق الإقامة، بالإضافة إلى إن يوم 11 هيكون في وفد من النادي الأهلي موجود في ملعب 974 بيحضر بشكل مباشر مباراة درب الأمريكتين ما بين باتشوكا المكسيكي أمام بوتافوجو البرازيلي، عشان يقدر من خلالها كولر يدرس الفريق اللي هيواجهه بإذن الله في مباراة يوم 14. ويمكن دي نقطة ما بتحصلش كتير، إنك تروح تلعب في مباراة جايلك فريق من أمريكا الجنوبية، كان دايما أنت اللي بتروح تلعب ماتش اتنين وممكن ثلاثة عشان تواجه في النهاية حد في السيمي فاينال بيكون فريق أمريكا الجنوبية. المرة دي الأمر معكوس، فريق من أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية هم اللي جايين بيلعبوا عشان يواجهوا الأهلي، لأن الأهلي كان واجه العين الإماراتي، وده النظام اللي اتعملت بيه البطولة في كأس الإنتر كونتيننتال، وشرحنا ده قبل كده يمكن كذا مرة. طيب عايز أكد لحضراتكم كمان إن الأهلي أرسل قائمة لاعبيه اللي هتشارك في بطولة كأس التحدي ضمن مباريات بطولة كأس انتر كونتيننتال. الأهلي أرسل قائمة لاعبيه لمباراة كأس التحدي، وكلنا عارفين إن بطولة كأس التحدي هتتلعب يوم 14 ديسمبر. القائمة عشان تسجلها الفيفا منحك مهلة قبل موعد المباراة بخمس أيام، ولكن اليوم تم تسجيل قائمة الأهلي بشكل رسمي على سيستم الاتحاد الدولي، وضمت القائمة 26 لاعب. قائمة النادي الأهلي ضمت 26 لاعب للمشاركة في هذا اللقاء. دي نقطة كانت مهمة جدا، كان لازم نتكلم فيها النهاردة بشأن قائمة اللاعبين اللي تم تسجيلها في بطولة كأس التحدي. طيب الحاجة التانية
قائمة ال26 لاعب فيها 3 حراس مرمى. القائمة فيها 3 حراس مرمى. طبعا في صعوبة في إمكانية لحاق مصطفى شوبير. في صعوبة في إمكانية لحاق مصطفى شوبير ببطولة كأس إنتر كونتيننتال، فلذلك استقر الجهاز الفني على قيد محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. إذا قائمة ال26 لاعب تم إرسالها وتسجيلها وتحديد الثلاثة حراس المرمى، ويمكن حسب معلوماتنا كمان إن الجهاز الفني هيصطحب معاه مصطفى شوبير للتواجد مع الفريق في هذه البطولة واستكمال برنامجه التأهيلي. علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد. فرصة وانت متواجد في قطر، التدريبات، التواجد القرب من سبيتار، انت محتاج تعمل فحوصات وتدريبات تأهيلية لهاني، لعلي معلول، يعني اكيد فرصة جيدة جدا وانت في قطر، والفترة ممكن تزيد اكتر من حوالي اسبوع 10 ايام لو فضل موجود لغاية المباراة النهائية، ففرصة كويسة جدا ان كل المجموعة دي تكون موجودة معاك. بالإضافة لكده، أنت سجلت قائمة ال26 خلاص، هل معنى كده إن دي خلاص القائمة النهائية؟ لا. أي إصابة لا قدر الله قبل انطلاق المباراة الأولى ب 24 ساعة ليك الحق إنك تعدل وتضيف لاعب مكان لاعب، بس بشرط يكون فيه تقرير طبي. يبقى بالتالي ده الشغل اللي بيتم في الفترة الحالية بشأن تحضير قائمة الفريق. تسجيل 26 لاعب، الجهاز الفني قرر خلاص ان يكون معاه محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومصطفى شوبير موجودين مع الفريق في الرحله اللي هتسافر قطر، عشان فرصه الفريق هناك بيتمرن، محتاج تبص على حد في ناحيه تاهيليه او تدريبيه بشكل معين، اكيد متواجد في الدوحه بالقرب من سبيتار، الاكاديميه اكيد هناك، والتاهيل والعلاج الطبيعي، الحاجات دي كلها بتبقى كويسه جدا وبتساعد بنسبه كبيره في اتمام الشفاء وانك تكسب وقت مهم جدا. فده هيكون موجود في الفترة اللي جاية، قائمة اللعيبة، عدد الفريق اللي هيسافر، اللعيبة اللي هتكون موجودة مع الجهاز الفني في خلال هذه البطولة. بالمناسبة كمان البعض يقول لي طب هو خلاص استقر على 26 وهياخد لعيبة ممكن مش هتشارك في البطولة نتيجة الإصابة، طب لو في حد لا قدر الله أصيب من 26 مين ممكن يعوض من 26؟ حسب معلوماتي إن في لعيبة برضه هيتم ضمها من قطاع الناشئين، على الأقل من 2 إلى 3 لعيبة زيادة عشان تكون موجوده مع الفريق في حال لا قدر الله في اي اصابه يكون في لعيب بديل جاهز للاستقرار على ضمه في القائمه اللي ان شاء الله باذن الله هتكون مع النادي الاهلي في بطوله فيفا انتر كونتيننتال. وبالتالي دي ابرز الاخبار المتعلقه بمشاركه الاهلي في بطوله كاس انتر كونتيننتال، وتحديدا بطوله كاس التحدي اللي هتتلعب يوم 14 ديسمبر على ملعب 974 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة الفريق أجازة، بكرة في تدريب، بعده تدريب وسفر إلى قطر، ومن يوم الثلاث بقى لا حديث يعلو إلا على مباراة كأس التحدي والتاريخ اللي بيسعى الأهلي إلى كتابته من جديد والمشاركة والتأهل إلى نهائي تاريخي يا رب بإذن الله، لما لا مواجهة ريال مدريد على استاد لوسيل، لأن الأهلي في الفترة الحالية بيكتب التاريخ ودخل التاريخ من أوسع أبوابه. بطولة كأس إنتر كونتيننتال، عدد البطولات القارية، مشاركة تاريخية في افتتاح كأس العالم، يعني نتمنى يا رب بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة القادمة. دي كانت أبرز التفاصيل اللي معايا، لكن دلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الحوارية اللي هينورني ويشرفني فيها الكابتن فتحي مبروك، هنتكلم معاه في تفاصيل كتيرة قوي. فرصة هو موجود معانا النهاردة حتى على الأقل بصفته المدير الفني لفرق أكاديميات النادي الأهلي، هنتكلم معاه عن الأكاديميات، هنتكلم معاه على ماتش أورلاندو، هنتكلم معاه على كأس العالم، على المونديال، تفاصيل كتير هنعرفها كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الترند، واللي بينورني ويشرفني فيها واحد من المدربين الكبار اللي ليهم تاريخ كبير جدا في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، يمكن تولى تدريب الاهلي في اصعب الفترات، لكن اول ما بتختاره بتلاقي على طول النجاحات والبطولات، وليه تاريخ كبير جدا في تدريب المنتخبات وفتره مميزه كان مع العظيم الراحل الكابتن محمود الجوهري، اللي بالتاكيد يعني بنترحم عليه ودايما بنفتكره بكل خير كل فتره. الكابتن محمود الجوهري اللي كان تولى تدريب منتخب مصر في 90 كاس العالم 90،
واللي كان متواجد معاه ضمن الجهاز الفني الكابتن فتحي مبروك، اللي النهارده بينورنا وبيشرفنا لاول مره في برنامج الترند. كابتن فتحي مبروك اللي حاليا مسؤول كمديرا فنيا لاكاديميات النادي الاهلي. كابتن فتحي منور الدنيا. ده انا سعيد جدا محمد اللي معاك، وسعيد جدا بالبرنامج، وسعيد جدا في المقدمه الجميله اللي انت قلتها دي، لان فعلا يعني الحمد لله تاريخ كويس ومشرف للكره المصريه ومشرف للنادي الاهلي الحمد لله. يعني احنا اللي بنتشرف ربنا يخليك محمد، ربنا يخليك، وانا سعيد جدا ان معاك في البرنامج ده. الله يسلمك، الله يسلمك. اولا مدير فني لاكاديميات النادي الاهلي، ابدا معاك من الاخر بقى، الفكره ازاي والاكاديميات ودورها وكمدير فني بقى بالخبرات الكبيره دي؟ هو طبعا يمكن كابتن شطه، طبعا انت عارف مدير الاكاديميات وانا دلوقتي مدير فني الاكاديميات، وبنروح انا وكابتن شطه دائما بنحاول بقدر الامكان نبص على الاكاديميات كلها، بنبص على اللعيبه المميزه عشان نطلع لعيبه مميزه لقطاع الناشئين. يعني ده هدفنا ان احنا لعيبه كويسه نطلعها قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبنستثمر الاكاديميه في حاجات كتير قوي، في اهداف كتير قوي. يعني من ضمن الاهداف زي ما قلت لك بنطلع لعيبه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، البراعم بقى والقطاعات وكده. يعني الحمد لله، وبيجي الكابتن بدر رجب برضه بيقعد معانا، والحمد لله بنلف في الاكاديميات كلها سواء هنا في مصر او في القاهره او سواء خارج القاهره، وده كله يمكن برعايه الكابتن شطه برضه الرئيس الاكاديميه، وانا معاه مدير فني، والحمد لله. يعني بنحاول بقدر الامكان ان دائما اولياء الامور الاولاد الصغيرين بيجوا عشان يتفرجوا على اولادهم، دائما في ثقه في الكابتن شطه وفي الكابتن فتحي مبروك الحمد لله. يعني الحمد لله. الاكاديميات بقى، اكاديميه القاهره فيها فروع مختلفه، واكاديميه يعني المحافظات، يعني في المحافظات المحافظات عندنا اكاديميه القاهره يمكن في التجمع، في مركز شباب الجزيره، مركز شباب الجزيره عندنا في زايد، عندنا كتير حتت، عندنا في التجمع، عندنا في القاهره كتير قوي قوي قوي، يعني اكاديميات كويسه، والناس اولياء الامور تحس انهم مبسوطين جدا، ولادهم سعداء جدا ان هم في اكاديميه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اسم كبير طبعا. دائما الولاد بيبقى عندها طموح وعندها اراده قويه ان هو يمثل النادي الاهلي، فالنهارده اولياء الامور بتيجي بتبقى النهارده مبسوطه جدا ان ولادهم في اكاديميه النادي الاهلي. وانا لما اكون ولي امر بودي ابني يتعلم الكوره ولسه عنده الموهبه، الاقي بقى قدامي الكابتن شطه والكابتن بدر رجب والكابتن فتحي مبروك، العتاوله والاسامي الكبيره في الكوره، اكيد هبقى مبسوط يعني. والله بص، احنا عندنا كمان مجموعه مدربين مميزين، مجموعه مدربين احنا بنشرف عليهم، حاولت بقدر الامكان انا والكابتن شطه يمكن والكابتن بدر، الحاجه السلبيه بنشوفها بنحاول بقدر الامكان نقولها للمدير الفني او المدرب اللي هو مسؤول، والولاد بيبقوا في منتهى السعاده ان انت برضو خلي بالك المدربين كلهم مدينا تعليمات ان هو يوجه الولد، يوجهه ببساطه كده، لان الولد صغير لسه بيتعلم التكنيك وبيتعلم الباسنج والدريبلينج والشوتينج والحاجات دي كلها. فالحمد لله يمكن اولياء الامور في ثقه كبيره قوي في الكابتن شطه والكابتن فتحي مبروك والكابتن بدر اللي هو طبعا مسؤول فني في قطاع الناشئين، وبيجي بيتفرج على اساس ان لو لعيب عجبته في الاكاديميه بنطلعهم قطاع الناشئين. يعني طيب كابتن فتحي مبروك، اصعب مرحله بالنسبه لك الفريق الاول ولا قطاع ناشئين ولا البراعم والاكاديميات؟ لا بص، كل مرحله ليها ظروفها. يعني برضو الفريق الاول، مسكت الفريق الاول بتبقى صعب، لان النادي الاهلي دائما مطالب ببطوله، يعني النادي الاهلي دائما لما بتمسك الفريق الاول مطالب ببطوله، والحمد لله انا برضو مسكت الفريق الاول وخدت بطولات والحمد لله. برضو قطاع الناشئين، قطاع الناشئين انت دلوقتي مسؤول عن قطاع الناشئين، فالنهارده عندك فرق كتير جدا مطالب ان الفرق اللي عندك دي تاخد بطولات. فالحمد لله برضو يمكن وانا مدير قطاع الناشئين خدت بطولات كتير قوي. الاكاديميات بتلعب بطوله اكاديميات، ولكن ما بتبقاش النهارده الهدف بتاخد بطوله، لا الهدف النهارده بتجمع اكاديميات مختلفه من الانديه المختلفه بتلعب بطولات مع النادي الاهلي، ودي بتحمل في حد ذاتها ان اكاديميه النادي الاهلي الحمد لله يعني قائمه بذاتها، والنادي كلها بيسعدها ان هي تيجي حتى تعمل مقابلات مع النادي الاهلي في الاكاديميه. طيب اروح بقى من الكابتن فتحي مبروك لجزئيه ثانيه مهمه جدا ليها علاقه بالكوره المصريه حاليا. كان دايما الكابتن فتحي في لحظات مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، لو مثلا في رحيل مدرب اجنبي كان يجي يتولى المسؤوليه، داخلين على نهائي كاس مصر، بنلعب بطوله دوري وداخلين على بطوله دوري رباعيه، اخر بطوله دوري اعتقد كانت المباراه الفاصله مع سموحه، مع سموحه 2013 2014. دلوقتي انت بتتفرج على ماتشات الدوري والفرق اللي موجوده في الدوري، ما بتشوفش نفس الامكانيات اللي كانت موجوده قبلها بالنسبه للمدربين المصريين؟ فرقه مثلا بتعاني فتجيب مدرب وطني يلحق الفرقه، ما بقاش موجود دلوقتي زي زمان يا كابتن فتحي؟ لا ما بقاش موجود زي زمان، يعني الحمد لله زي ما قلت لك انت لما مسكت الفريق الاول انا كنت بتابع الفرق كلها، يعني كنت بتابع الفرق، بتتفرج على الكل، بتفرج طبعا لازم
ده دورك كمدير فني، تتفرج على الفرق اللي هتلعبها والمنافسين اللي هتلعبها. وزي ما قلت لك دلوقتي الكره المصريه ما بقتش النهارده، يعني في مدربين مصريين شغالين النهارده في الفيلد كتير قوي، والنهارده ماسكين فرق ماسكين فرق كويسه قوي برضو في الدوري. ولكن زي ما قلت لحضرتك انا دائما دائما معلش يعني بميل دائما للمدرب المصري. المدرب المصري النهارده لغه التفاهم بينه وبين اللعيبه كويسه، لغه التفاهم بينه وبين الاعلام كويسه، لغه التفاهم بينه وبين الجماهير كويسه. فالنهارده في سهوله في التعامل مع عناصر كتير جدا. فالمدير الفني المصري لا انا بقول ان هو ده دائما يقود الانديه، دائما يقود الانديه. بس لما تلاقي فرقه مثلا في الدوري في وسط الجدول او في اخر الجدول حصل تغيير وجي مدرب وطني، ما بيلحقش الفرقه زي ما كان بيحصل زمان. ما بيلحقش لان خلاص الفرقه، انت برضو خلي بالك انت عندك سلاح مهم جدا اللعيبه. هل اللعيبه دي خلاص النهارده في مدير فني جالهم، مدير فني وطني مصري جالهم، هل اللعيبه دي النهارده عندها الرغبه ان هي تكسب الماتشات اللي باقيه دي عشان تستمر في الدوري الممتاز ولا ما عندهاش؟ في لعيبه خلاص بتوصل لها لحاله الركود، خلاص حاله خلاص مفيش امل، حتى لو جابوا مين مفيش امل، هو خلاص رضي بالوضع ومقتنع بالوضع. وفي نفس الوقت اللعيب ده بيبص، يعني اللعيب ده برضه بيفكر، هل النهارده هيستثمر النهارده وجوده في الدوري الممتاز هيبقى النهارده في الفرقه هي هي، هل هيستثمر ان الفرقه دي لو وقعت يبقى النهارده ممكن في اعراض في تنقلات في حاجات كتير قوي. اللعيبه برضه اصبحت النهارده في ذكاء، يعني في ذكاء النهارده مش مجرد ان هو بيخضع لنادي، لا النهارده في ذكاء، في النهارده وكلاء لعيبه النهارده بيقدر يكلم اللعيبه على اساس ان هو يستثمرهم في انديه اخرى. يعني الموضوع ما بقاش خلاص انت موجود في النادي ده موجود فيه طول عمرك، لا ممكن تتنقل من هنا لهنا لهنا. طيب اتكلم معاك على بطوله افريقيا والكابتن فتحي مبروك ياما سافر وخد جولات كتيره في الادغال الافريقيه. ماتش الاهلي واورلاندو بايرتس تابعته ازاي وشفت نتيجته واهميته؟ لا انا تابعته في البيت، وانا شايف ان طبعا النادي الاهلي ادى اداء رائع، والنادي الاهلي كان يكسب هذه المباراه. يعني النادي الاهلي كان يكسب هذه المباراه، لان النادي الاهلي بيني وبينك اي فرقه في افريقيا بتعمل حساب للنادي الاهلي. بتعمل حساب، يعني اورلاندو تحس ان هم خايفين من النادي الاهلي. انا النهارده لو مدير فني اورلاندو النهارده ليه ما اضغطش من قدام؟ ليه النهارده ما اضغطش فرقه الاهلي من قدام؟ لا ده كان متراجع لنص ملعبه. فدليل ان اي مدير فني النهارده بيخاف من النادي الاهلي، بيخاف النهارده النادي الاهلي صاحب بطولات افريقيه، صاحب النهارده اشتراك في كاس العالم للانديه، صاحب النهارده بطولات دوري عام بكاس مصر. فالنهارده كل مدير فني النهارده بيبقى عامل حساب للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لعب ماتش كويس جدا، ولكن انا كان نفسي النتيجه ايجابيه والحمد لله 0-0، ولكن كان نفسي النادي الاهلي يكسب، لان فرقه اورلاندو مش الفرقه اللي تخوفك قوي. يعني كنت ممكن لما كسبت بلوزداد في الجزائر بهدفين خلت البعض يعتقد ان فرقه كويسه عامل لها حساب على ارضها وسط جمهورها. ما هو لازم النادي الاهلي عامل حساب، زي ما قلت لك النادي الاهلي كان عامل حساب، بس النادي الاهلي كان مستحوذ، النادي الاهلي فرصه اكتر، النادي الاهلي لعب ب يعني عارف في سهوله كده في اللعب، مفيش النهارده لعيبه بتضغط، مفيش النهارده. فالنادي الاهلي النهارده كان متحكم في رتم المباراه، كان يقدر يكسب هذه المباراه، ولكن النتيجه الحمد لله النتيجه كويسه الحمد لله. النتيجه كويسه. الحمد لله. عوده وسام ابو علي في التوقيت ده كابتن فتحي شايفه ازاي؟ لا هو طبعا وسام راس حربه مميز بصراحه، يعني تحركاته كويسه. في ثقة أيضا بينه وبين وسط الملعب، يعني هو تحركاته كويسة، هداف، يعني كل هذه الأمور وسام بتبقى كويس قوي. النهارده تبقى واجب موجود راس حربة ده بيريح الفريق قوي، يعني ريح حتى الكور اللي بتتلعب من الجنب، بيريح وسط الملعب، بيريح النهارده تحركاته، كل هذه الأمور وسام فيه الحاجات دي كويسة. فوسام وهداف برضه كويس قوي. فالنهارده بيبقى في ثقة في النهارده وجود راس حربة، وجودها راس حربة شغلته إن هو راس حربة، دي مهمة جدا جدا في النادي الاهلي. ما اتاحتش ليه فرص كتيرة يقدر يهدف بيها امبارح في مرمى اورلاندو؟ لا 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 ما اتاحتش يمكن قليل قوي 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 زي ما قلت لك، ولكن احنا كنا المفروض نكسب هذه المباراة، يعني المفروض انا امبارح اتفرجت للماتش المفروض اكسب هذه المباراة. وجود رضا سليم مثلا ليك رؤية ان رضا يلعب في مركز تاني يتحرك في حتة تانية، وجود رضا مع امام عاشور ممكن يعني؟ لا هو بص طبعا رضا من اللعيبه الكويسه، رضا اللعيبه المميزه، رضا اللعيبه اللي عندها جراءه حتى في الناحيه الهجوميه. فعنده جراءه، يعني بتعجبك جراءته؟ بتعجبني جراءته. فالنهارده هو مش محطوط تحت اختبار، هو النهارده حاسس ان هو لعيب اساسي في النادي الاهلي، فبيلعب بارتياحيه، بيقدر زي ما قلت لك في الجنب بيستثمر الجنب، بيقدر يشتغل فيه كويس جدا، فما فيش شيء من القلق. يعني حتى النهارده بيعمل دريبلنج لجوه، يقدر يشتغل وان تو وات، الحاجات دي برضو ده فكر الراجل اللي بيلعب في الطرف دايما، وده فكر كويس ليه.
هو اللاعب اللي بيلعب على الطرف بالافضل يكون على الطرف ولا يضم لجوه؟ مين؟ امام؟ ايا كان سواء امام او رضا او طاهر. لا امام، امام مميز يعني. امام مميز في الحته اللي تحت راس الحربه برضه، مش في في الشوتنج يعني كويس يعني مركز 8 مثلا. في الشوتنج كويس، في رؤيه اللعيبه كويس، في الباسنج كويس. يقدر النهارده واستثمره النهارده حتى في الحته النهارده بيخش كمان راس حربه. يعني دي برضه النهارده استثمار امام عاشور كويس جدا بعكس ناس يعني طاهر. طاهر محمد طاهر برضه بيلعب في الجنب اليمين ولكن هو راس حربه يعني، برضه طاهر تقدر تستثمره كراس حربه جنب وسام. تحس ان انت في الكوره العرضيه في عدد في زياده عدديه. طبعا في زياده عدديه. طيب لما نزل حسين الشحات في الجزء الاخير من المباراه حسيت ان في فعاليه اكتر؟ هو حسين حسين، لان حسين مميز خلي بالك. وحسين دايما عنده الرغبه في التهديف، وحسين عنده الرغبه ايضا انه يثبت ذاته. يعني انا حتى امبارح لعب يمكن ربع ساعه او 8 دقائق تقريبا ولعب واثبت وشاط على الجول وكله. فحسين عنده الميزه دي، حسين عنده الرغبه ان هو يبقى هداف، حسين عنده الرغبه ان هو يبقى من اللعيبه المميزه في تاريخ النادي الاهلي. رحلاتك في افريقيا كابتن فتحي، وانا عارف دايما بيبقى فيها كواليس وتفاصيل، اكتر دوله رحتها مش هقول لك تعرضت فيها المشاكل بس كانت فيها مواقف غريبه؟ ابيجان، لا بص يعني انا سافرت افريقيا كتير عارف. ولكن كل بلد افريقيه ليها النهارده ليها طقوسها وليها النهارده تقدر تبقى تمشي بالليل بارتياحيه. في دول تانية ما تقدرش تمشي بالليل، يقول لك الساعه 8 كله خلاص بقى انتهى اليوم كده. فدول افريقيه يمكن بقول لك نيجيريا دي برضه، نيجيريا دي احبها جدا ولكن بتبقى عامل احتياطات كويسه قوي يعني، عامل احتياطات كويسه قوي. بتبقى خلاص بتستثمر النهارده قاعد في نيجيريا في الساعه 8 كتير قوي تبقى في الاوتيل او في السكن. جنوب افريقيا نفس الشيء يعني، جنوب افريقيا برضه من الدول المتقدمه جدا ولكن في توقيت معين لازم تبقى داخل. غانا، غانا دي برضه يمكن من الدول الكويسه جدا يعني، الدول كويسه جدا ولكن برضه تقدر في توقيت معين لازم تبقى داخل خلاص الاوتيل يعني. بس حضرتك من الناس اللي تحب لما ترجع من دوله معينه او اي سفريه لازم تكون معاك حاجه تذكار ليك؟ ده انا احب، انا احب كده يعني، احب اي دوله افريقيه لازم يبقى معايا حاجه لازم. زي بقى يعني هقول لك انا. ايوه نكشف بقى الاسرار. يعني اكشف الاسرار. يعني انا مثلا كنا في نيجيريا. يعني انا كنت يعني من صغري كده غاوي ان انا يبقى عندي البغبغانات. البغبغان ده نوع من البغبغان اسمه الزنجباري. الزنجباري ده نوع متكلم ويعني تقدر تعلمه يتكلم ويقدر يتجاوب معاك وكل حاجه. فبرضه من الحاجات اللي احنا كنا برضه بنحط دائما في تفكيرنا ان احنا يمكن البغبغان الزنجباري ده. وكان حصل حادثه بين الله يرحمه الكابتن ثابت البطل ومصطفى يونس برضه في حته القفص البغبغانات وازاي، وراحوا سايبين الاثنين طاروا خلاص يعني. يا خبر لحد دلوقتي مش لاقيينهم. خلاص بقى. لكن انت بتحب لو انت راجع من اي دوله تجيب ويكون معاك حاجات زي كده وانت لازم لازم يعني. انا برضو كنت في كينيا دي كنت بجيب الحاجات تماثيل الخشب والحاجات دي، بس طبعا المدام قالت لي لا الحاجات دي بقت اصبحت حرام في البيت فوزعتها. كان عندي شنطه كبيره مليانه حاجات من دي وزعتها. والبغبانات لسه موجوده؟ لا البغبان طار اختفى. طار من القفص اختفى لحد دلوقتي مش لاقيه. ما حصلش موقف طريف وانت راجعين مثلا في المطار؟ ازاي ده عدى؟ ازاي ده دخل؟ يعني ما بتحصلش حاجات زي كده؟ لا بص دائما طبعا المطار لو عارف طبعا لا المطار ولو ودايما هيجي يقول لك انت جايب طير من بره لازم يتحط النهارده في اسبوع كده وكلام من ده. فانا يمكن سبت حتى الاغاني وانا جايبه سبته اسبوع يعني، سبته اسبوع برضه يشوفه طبيا. صح طبيا لازم لازم يعني دي برضه لازم. وحاجات اللي احنا يمكن كنت بروح المطار اودي له الاكل وكلام من ده يعني مفيش مشكله يعني. يا للدرجه دي يا كابتن فتحي انت بتحب البغبغانات قوي؟ انا كنت بعشق البغبغان الزنجباري. البغبغان الزنجباري بيتعلم يعني حسب ما انت بتعلمه. هتقول له السلام عليكم ويقعد يردد السلام عليكم ازيك. انت هتقول له وهيقوله وهو يتكلم في التليفون وكله يعني وكل حاجه كل ما تتخيله انت بتعلمه له هو. الله ده اكيد في مواقف كوميديه. الزنجباري اصله ذكي جدا من الحاجات الطيور الذكيه جدا جدا يعني. طيب مين من معاكم كان في الجهاز الفني مثلا بيخاف من رحلات الطيران؟ لا هو يعني برضو خلينا نتكلم بواقعيه يعني خلينا نتكلم بواقعيه. كلنا بنخاف في دول كلنا كنا بنخاف. يعني في دول النهارده لما بتخش النهارده المجال الجوي في سحب، في النهارده في رعد، في حاجات كنت بتقعد برضو قلقان يعني. كلنا بنقعد قلقانين. المطبات الهوائيه وكده. المطبات الهوائيه والحاجات دي كلنا بنقعد قلقانين. طيب ارجع معاك لبطوله افريقيا تاني.
ماتش الاهلي واورلاندو كده، الاهلي 4 نقاط، اورلاندو 4 نقاط، 4 نقاط، وبوليسداد 3 نقاط. فوز بوليسداد في ابيجان على استاد ابيجان بقى 3 نقاط، اشعل المجموعه والمواجهتين القادمتين للاهلي مع بوليسداد، واحده في القاهره والثانيه في الجزائر. واحده في القاهره طبعا اشعل، وزي ما قلت لك الفرق شباب بوليسداد دي طبعا الكره الجزائريه والكره زمان دايما في شمال افريقيا بيبقى عارف يتعامل ازاي مع الكره المصريه، سواء على مستوى المنتخبات او سواء على منتخب الانديه او سواء الانديه هما بيتعاملوا ازاي. يعني النهارده المدير الفني بيجي النهارده بيلعب في مصر، النهارده في جماهير مصريه في النادي الاهلي، فبيجي النهارده بيستثمر وجوده في مصر في تكتيكه وفي اسلوب لعبه، وفي النهارده ازاي يقدر يواجه النادي الاهلي، شباب بوليسداد يقدر يواجه النادي الاهلي في القاهره. دي مهمه جدا، بعكس بقى ما بيكون ماتش في الجزائر، شباب بوليسداد في الجزائر بيلجا لاسلوب تاني وتكتيك تاني خالص مختلف، يعني مختلفه خالص خالص. لكن اساسا وانت بتلعب ماتشاتك على ارضك 9 نقاط، 9 نقاط، 9 نقاط لازم لازم يبقى اللعيبه عندها الجراءه وعندها النهارده الحريه وعندها النهارده الاستمتاع بالناحيه الهجوميه بالذات، اكيد عشان تقدر تكسب الناس دي، لان الناس دي هم حافظين الكره المصريه ودائما عارفين اسلوب الكره المصريه، بيستثمروا الكلام ده وبيلعب زون ديفنس بقى، هتلاقي مثلا بيلعب ب10 لعيبه في نص ملعبه، بيقفل المساحات، كل هذه الامور، الجناب، كل هذه الامور. فالنهارده لازم تستثمر، النهارده الفرقه اللي بتلعب زون ديفنس دي في ملعبها لازم تستثمر، النهارده الناس اللي هتعرف تشتغل كويس، النهارده لازم يبقى حد النهارده مع راس الحربه تاني، لازم تستثمر النهارده زي في 18 يعني باذن الله ان شاء الله. لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا موضوعات مهمه هنتكلم فيها مع الكابتن فتحي مبروك، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. طيب لما نرجع نتكلم في ملف له علاقه بمونديال الانديه وعلى فرق كلها عالميه ومشاركات تاريخيه سواء على المستوى الاوروبي او الافريقي او اسيوي او حتى على مستوى كافه القارات. النهارده لما نتكلم على 8 مجموعات، قرعه اتعملت في امريكا يوم الخميس الماضي، وهنشوف شكل المنافسه ازاي ونشوف شكل مجموعه النادي الاهلي ازاي. كل ده بالتاكيد هنتناوله دلوقتي في حديثنا مع الكابتن فتحي مبروك، اللي بالتاكيد اول ما بص على القرعه كده قال لك ايه الماتشات دي؟ اتخض. لا مش اتخض قوي يعني. قال لي ايه الماتشات دي وايه القوه دي وايه يعني حاجه ممكن من قوه المباريات ممكن تتخض في بعض الماتشات اللي هتتشاف، لكن في نفس الوقت كمان لا في مشهد جديد علينا كلنا. كابتن فتحي انت رحت كاس عالم. رحت كاس العالم 90 90 في ايطاليا. بالظبط. انا والكابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه. يعني. احساس كاس العالم والمشاركه واللعب في كاس العالم. مش هقول كلاعب بقى، لا كمدرب او كجهاز فني بتبقى ازاي؟ لان هي ممكن تكون مختلفه عن اللاعب. لا ما مختلفه طبعا. انت كمدير فني النهارده او كمدرب عام مع الكابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه، يمكن انا برضو كنت بتابع المباريات دي وبتابع المجموعه اللي كانت معانا، طبعا معانا هولندا ومعانا انجلترا وايرلندا، وانا كنت بروح يعني كنت بروح الكابتن محمود الجوهر بعتني ايرلندا عشان اتفرج على روسيا وايرلندا، لان ايرلندا كانت مبهمه بالنسبه لنا مش واضحه قوي، يعني هولندا كانت معروفه، انجلترا معروفه بالنسبه لنا، ايرلندا بس الوحيده اللي ما كانتش معروفه بالنسبه لنا. فرحت ايرلندا اتفرجت على ايرلندا وقلت له اصعب فرقه هنواجهها في المجموعه دي ايرلندا. اصعب فرقه؟ اصعب فرقه، لان الكوره بتختلف، يعني كورتهم بتختلف، كانوا برضو بيلعبوا الكوره الطويله، بيلعبوا النهارده في ويل بيلت كلهم ما شاء الله، فدي من الحاجات اللي كانت دائما بنفكر فيها بنفكر فيها النهارده ازاي كيفيه مواجهه ايرلندا في مباراه في كاس العالم. يعني انجلترا خلاص معروف اسلوبها، هولندا معروف اسلوبها، ولكن ايرلندا اللي كانت فرقه صعبه جدا جدا بالنسبه لنا، بدليل حتى المدير الفني يمكن اياميها اتخرج بعديها جاب تصريح قال لك انا ما شفتش فرقه في العالم بتدافع زي المنتخب المصري. رغم ان المباراه دي كان المنتخب المصري ومنتخب ايرلندا في اشد الاحتياج للفوز. اشد الاحتياج برضه، كانت زي ما قلت لك كانت ماتش صعب قوي. قوي قوي قوي، يعني كنا عاملين حساباته وتقرير يمكن الريبورت عملته للكابتن محمود الجوهري ساعتها، قلت له اصعب فرقه نواجهها هي ايرلندا. ليه ما حاولتوش تكسبوا الماتش ده؟ حاولنا، بس هم كمان اصل هم كمان جامدين، يعني جامدين دفاعيا وهجوميا، جامدين، فرقه جامده مش سهله يعني. يعني برضو ما بيلعبوش الكره المفتوحه قوي. النهارده تقدر تقول لا ده برضو محافظين وبيرجعوا بسرعه وبيقفلوا كويس وكلها زي عكس هولندا عكس انجلترا، يعني هولندا استثمرت ان هم مهاجمينك، عملت هجمه مرتده، هشام ياكل لعيبه لحسام، حسام سجل منها، فاهم؟ انجلترا يمكن برضو كسبتنا يمكن 1-0 بالهدف الكره العرضيه، ويمكن هدف 1-0 بس. ايرلندا بقى اللي كانت صعبه، كنا ممكن لو كسبنا ايرلندا كنا دخلنا
كنت اتأهلت للدور الثاني. كنا أهل. طيب احساس الجهاز الفني ورايح بطوله عالم هي فيها فرحه وسعاده، بس ما بتبقاش بالقدر الاكبر لان انت عندك مسؤوليه. هي مسؤوليه مسؤوليه كبيره، لان انت بتتحمل مسؤوليه برضو جماهير مصريه. صح، بتتحمل جماهير مصريه واعلام، ودائما بتتحمل ان منتخب مصر ده لازم يكون موجود في الفيلد النهارده، ليه اسم، ليه تاريخ، ليه النهارده كيان. فدي بتتحملها كلها، يعني بتتحملها كلها برضو. ما بتبقاش النهارده مجرد اشتراكها في كاس العالم فرحه وخلاص، لا، بتبقى مسؤوليه كبيره جدا عايز جدا. عايز ترجع يعني بنتيجه؟ طبعا طبعا. طيب المجموعات اللي قدامنا كاس العالم للانديه، المجموعه الاولى اللي فيها النادي الاهلي مع بالميراس وبورتو وانتر ميامي، ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. شايفها ازاي؟ يعني شايف ان انا، يعني انا وجهه نظري، يعني وجهه نظري ممكن بورتو والاهلي ان شاء الله. بورتو والاهلي، رغم ان بالميراس من الفرق الكبيره في امريكا الجنوبيه. انا بقول لك انا وجهه نظري، الله يعني اعلم. بورتو، انت شايف بورتو اهم من بالميراس؟ بورتو والاهلي ان شاء الله. طيب الافتتاح ما بين الاهلي وانتر ميامي، ميامي فيه ميسي وسواريز و... برضه بالنادي الاهلي، النهارده الاهلي الاسلوب ليه كان، النهارده مش هيعتمد النهارده على فرد او فردين في فرقه، لا، النادي الاهلي ليه اسلوبه، ليه كيانه، ليه تكتيكه، عنده، ما انت عنده لعيبه مميزه الحمد لله. يعني فبينه وبينك وجود ميسي وسواريز برضه في انتر ميامي مش هيقلق النادي الاهلي قوي. والنهارده برضه مستر كورة هيفكر كويس قوي النهارده، ميسي كيفيه النهارده تقدر تقفل تقفل الزعل، لازم، لان هو طبعا لعيب مهاري، لعيب النهارده ليه رؤيه، لعيب النهارده في الدربات الثابته بيسدد، لا لعيب، لا ما تقدرش حد ينكر النهارده انا ميسي. هسجل يا كابتن فتحي رايك مجموعه الاهلي بورتو والاهلي، طيب ونلتقي بعد نهايه شهر 6 ان ان شاء شاء الله الله. باذن الله، ربنا يدينا ويديك طول العمر. طب المجموعه الثانيه شايفها ازاي قدامك يا اسامي الفرق؟ يعني انا شايف الفرقتين طبعا، باريس سان جيرمان لا من الفرق كويسه، اتلتيكو مدريد طبعا من الفرق كويسه، فانا شايف الاثنين دول برضو ممكن يبقوا موجودين. يعني بالمناسبه فيهم فريق كمان بوتافوجو البرازيلي، بوتافوجو البرازيل ده اللي ممكن يلعب الاهلي يوم 14 ديسمبر السبت الجاي لو تخطى باتشيكو لو في تخطى باتشيكو. بس الامريكتين. انا قصدي الفرقتين، الباريس برضو فرقه كويسه، يعني عندها لعيبه كويسه، اسلوبها كويس عندهم برضو، خلي بالك. لا، وطبعا اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، اتلتيكو برضو من الفرق الكويسه. فرقه تقيله طبعا. طبعا مع ديجو سيميوني. طب المجموعه الثالثه انا شايف بايرن ميونخ طبعا ده لازم يخش، وممكن ممكن بنفيكا في البرتغال. لكن بوكا جونيورز ما انا بقول لك الارجنتين انا واوكلاند. وجهه نظر الفنيه، انت النهارده برضو خلي بالك اللعيبه دي النهارده، الخبرات النهارده، الاسلوب، المدرب النهارده عنده مين لعيبه النهارده، فكل هذه الامور انا شايف بايرن ميونخ وبنفيكا البرازيل. بايرن ميونخ وبنفيكا. المجموعه الرابعه فلامينجو الترجي تشيلسي ليون المكسيكي. لا انا شايف تشيلسي، تشيلسي برضو فرق كويسه على مستوى الكره الانجليزيه، وممكن فلامينجو البرازيلي ممكن يبقى موجود، يعني ممكن يكون موجود. اوكي، يعني الترجي برضو واقع في مجموعه صعبه شويه. صعبه صعبه شويه، نعم، المواجهات كلها صعبه جدا. طيب هو الكابتن فتحي شايف من الاربع مجموعات الاولانيين احنا اتكلمنا فيهم، اذا ما كانش فرقه امريكيه او امريكا الجنوبيه يبقى فرقتين من اوروبا، يعني مش هيبقى فيها مجال للمفاجات الا مجموعه الاهلي. ثقته في الاهلي اكيد هتكون موجوده مع بورتو لانه اقرب المرشحين للتاهل. اصل هي المجموعه الاولى والمجموعه الرابعه بس اللي فيها فرق مصر، يعني فرق عربيه. الاهلي في المجموعه الاولى والترجي في المجموعه الرابعه. يعني طيب المجموعه الخامسه ليفر بليت اراوا الياباني مونتريال المكسيكي انتر ميلان الايطالي. لا انتر ميلان طبعا، ده نمبر 1. رقم انتر ميلان رقم واحد. برضو الريفر بليت الارجنتين ده ممكن يبقى ليه كام في اسم كبير وليه تاريخ. اسم كبير. طيب المجموعه السادسه فلورمينس البرازيلي بروسيا دورتموند اولسان هونداي الكوري وموموليدي سان داونز الجنوب افريقي. انا شايف بروسيا طبعا ده نمبر 1، بروسيا برضو من الفرق الكويسه قوي، مميزه في فرقه ثابته في الدوري فرقة الالماني في البوندسليجا. مش عارف، يعني ما نقدرش نقول. ممكن على فكره ممكن برضو لسان هونداي الكوري، لان خلي بالك الفرق الكوريه دي بيبقوا ملتزمين جدا جدا في الملعب، بيبقى انتوا اكتر فرق كنت بتلعبوها بشكل ودي للمنتخب كانت فرق كوريا. كوريا كوريا ايوه، ليه بقى؟ كوريا كنا دايما الفرق اللي بتبقى في التوقيت ده تقدر تقول لك انا اوكي، الاجنده الدوليه تقول لك انا فاضي تعالى تشرفنا. ولكن طبعا يعني شايف ان الفرقه دي ممكن تبقى برضو كويسه، فرقه كوريا دي من الفرق الكويسه والمميزين، وزي ما قلت لك بيبقوا عندهم التزام وعندهم روح عاليه قوي، وبيبقى الجانب الشق او العنصر اللياقه البدنيه عندهم
مميز بصراحه، مميز جدا جدا. طب المجموعه السبعه، مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس. هو مانشستر سيتي طبعا مش عايزين نتكلم عليه طبعا في الدوري الانجليزي، يوفنتوس طبعا الدوري الايطالي، ولكن اتمنى اتمنى ان الفرق العربيه تخش في المجموعه، يحاولوا الوداد والعين شويه. الوداد والعين اتمنى، والوداد طبعا كويسين والعين كويسين، واتمنى زي ما قلت لك المجموعه دي يبقى فيها حد من الدول العربيه. نتائج الفرق الاوروبيه حاليا في الدوريات متراجعه شويه، يعني مثلا السيتي متراجع، تشيلسي متراجع، الريال بيخسر. شايف ده ممكن على ما توصل لنهايه البطوله المحليه وتسافر تلعب كاس عالم تبقى الفرقه دي انهكت بدنيا، خسرت بطوله محلي، بطوله محليه، او مش ماشيه بشكل كويس؟ هو يهمه بطوله برضه، ما بطوله كاس العالم للانديه دي بطوله، بطوله وبتسمع في العالم كله، ليها تحضير خاص يعني؟ طبعا ليها تقدير خاص، وليها النهارده حاجات المدير الفني النهارده لازم يبقى بيفكر فيها. خسر مثلا بطوله دوري انجليزي، لا انا عايز اعوض عشان الناس والجماهير والاعلام والدنيا دي لازم، وثقه اللعيبه في نفسها وكله يعني. طب المجموعه الثامنه، ودي بقى ممكن يبقى فيها لقاء افتتاحي مهم جدا، ريال مدريد الاسباني مع الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي. هو انا يعني اتمنى اتمنى ريال مدريد طبعا، انت عارف ريال مدريد فرقه كويسه وفرقه مميزه، اتمنى الهلال السعودي برضو يبقى داخل في المعمعة دي. الهلال عنده على فكره لعيبه برضو على مستوى عالي وقيمه ومحترفين 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 من حتى المجموعات كلها. بقول لك اتمنى ان الهلال كمان يبقى داخل في المجموعه دي ان شاء الله. طب لو سالتك على مواجهات الانديه العربيه في البطوله، يعني حضرتك قلت الاهلي ان شاء الله يتاهل، تتمنى تواجد الوداد او الهلال، العين قصدي. الهلال عنده مباراه مع الريال، مع الريال تتوقع ممكن يعملوا نتائج كويسه في الانطلاقه والبدايه؟ ما هو طبعا انت عارف اي مدير فني النهارده لازم يبص على ريال مدريد، لازم يبص على النهارده اسلوبه ايه، لازم يبقى فكر ان ريال مدريد ده عشان عايز ياخد البطوله، فايه الاسلوب المناسب، ايه التكتيك المناسب، توظيف اللعيبه ازاي، لازم يفكر اي مدير فني. مدير فني الهلال ده لازم يفكر كويس قوي في المباراه دي، لازم يفكر في مباراه الريال دي، لازم يفكر تفكير ايجابي يخدم فرقته وما يطلعش بنتيجه سلبيه ابدا. خد الاهلي لقاء الافتتاح اكيد بمثابه تفاصيل كتيره ممكن اسمعها من الكابتن فتحي، ولكن اخرج الى فاصل ونواصل مع الكابتن فتحي مبروك بعد الفاصل. طيب كنت بتكلم مع كابتن فتحي قبل الفاصل على فكره خوض الاهلي لقاء الافتتاح في كاس العالم للانديه، ده بمثابه ايه؟ اكيد جزء مهم جدا من التاريخ انك تلعب افتتاحيه كاس عالم. طبعا جزء كبير، وجزء كبير كمان ان انت تفوز. ده بيسعد الجماهير، مش تلعبه بس، وتفوز 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 طبعا بيسعد الجماهير، بيسعد الاعلام، بيسعد النهارده كل جمهور الاهلي العظيم ده بيسعده جدا. النهارده فوز دي يعني دي في حد ذاتها كمان نخلي الفرق بعد كده بتخاف من النادي الاهلي، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا في الناحيه المعنويه بقى. الناحيه المعنويه النهارده الفرق اللي هتلعبك بعد كده بتبقى عامله حساب للنادي الاهلي، ودي مهمه جدا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي يعني. كابتن فتحي، هل كنت تتخيل في فتره من الفترات ان تتلعب حاجه اسمها كاس عالم للانديه؟ لا بصراحه لا، فكره كانت بعيده شويه، فكره كانت بعيده يعني في ايام مينا ما كانت بعيده الفكره دي. حتى احنا شايفين هي كابتن، بص المجموعه بتاعت الاهلي، يعني الاهلي مع بورتو مع بالميراس وانتر ميامي، امام عاشور بجوار ميسي ولاعيبه بورتو وبالميراس. لا ما انا بقول لك ميسي بقى، بس عايز اسال سؤال. اتفضل. وميسي لسه في رونق الجميل ده؟ ميسي هو ميسي، هو ميسي زي كريستيانو في السعوديه دلوقتي. طب ليه راح امريكا؟ يعني هو حسب القيمة التسويقية، حسب العقود، حسب الإعلانات، القصة مش كورة بس على فكرة، مش كورة بس، ليها عوامل كتيرة، مردود تاني عوامل كتيرة. فلوس. طبعا فلوس والعقد والكلام من ده. طبعا الناس في السعودية لما تعاقدوا مع كريستيانو رونالدو كان عندهم هدف أساسي ان يكون ميسي موجود، فرقة فيها كريستيانو وفرقة فيها ميسي، حاولوا كتير ولكن كان يبدو ان خلاص البوصله تجاه الولايات المتحده الامريكيه. طبعا الحاجات دي بتبقى تسويقيه كلها، وبتدي النهارده بتدي طابع للجماهير كمان، وبتسعد الجماهير، وبتخلي الجماهير النهارده بيجي 10,000 النهارده بيجي لك 50,000 60,000 النهارده عشان نشوف النجوم العالمين دول. انتر ميامي مش بيشارك كبطل، انتر ميامي بيشارك كدعوه من الفيفا لان عندها لعيب بحجم ميسي. ما هو طبعا عشان يدي رونق، يدي رونق للبطوله، ويدي رونق لكاس العالم للانديه،
برضو ميسي برضو من النجوم العالميين اللي كل الناس بتحبهم، يعني سواء اي جنسيه بتحب ميسي لانه لعيب كويس، لعيب مهاري كويس، لعيب اخلاقه كويسه، لعيب ليه رؤيه، لعيب ليه النهارده شخصيه في ملعب كره القدم، فكل الناس بتحب ميسي. اكيد اكيد. طب اروح معاك لبطوله كاس التحدي انتر كونتيننتال، الاهلي عنده مباراه في قطر يوم السبت اللي جاي، هيلاعب الفايز ما بين ديربي الامريكتين، شايف المواجهه ازاي والتاريخ اللي ممكن يكتب في هذه البطوله؟ هو طبعا يمكن انا شايف الحته دي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي زي ما قلت لك، وبدايه المشوار ده للنادي الاهلي مهم جدا، بدايه المشوار مستر كولر والجهاز الفني واللاعبين لازم يكونوا عندهم هدف، زي مجلس الاداره عنده هدف ان فرقه النادي الاهلي تظهر بصوره كويسه في بدايه الافتتاح ده، في ماتش الافتتاح، ودي ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه، ويكون مستر كولر والجهاز الفني على قدر المسؤوليه ان النادي الاهلي بيمثل افريقيا، بيمثل العرب في بدايه المشوار ده، فدي شايف النقطه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. طيب نقطه فنيه اسالك عليها كابتن فتحي، بخبراتك بقى كمدرب، انت متعادل مباراتين في الدوري وتعادلت مباراه في دوري الابطال وطالع منها على مباراه عالميه في قطر، ثلاث تعادلات متتاليه، ممكن تكون لها تاثير على الحاله المعنويه ولا دي اجواء وصخب بطوله غير اللي انت جاي منه خالص؟ لا دي بطوله مختلفه، دي بطوله مختلفه، يعني برضو دي بطوله مختلفه، والنادي الاهلي زي ما قلت لك يهمه كاس العالم للانديه، زي ان النادي الاهلي قبل كده وصل مركز ثالث، خد مركز ثالث في كاس العالم للانديه، فالنادي الاهلي يهمه دي البطوله دي، لان البطوله دي على مرأة من العالم كله، مش دوري مصري بس، ده كل الناس بتتفرج عليه، وكل الناس النهارده بتشيد بالجهاز الفني، وبتشيد باللعيبه، بتشيد ايضا بجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي متواجده في الاحتفاليه دي، فانا شايف ان دي مختلفه خالص عن ماتشات الدوري. في دوافع انك تكسب تلعب ريال مدريد على الفاينل. ما هو دوافع عاليه قوي. يعني مواجهه الريال دي طبعاً حاجه تاريخيه. طبعا كل العالم كله اتفرج على الماتش. مش جماهير الاهلي بس، كل العالم كله اتفرج على الماتش ده. لعبت قبل كده مباريات عالميه مع فرق كتيره في استاد القاهره يا كابتن فتحي؟ لعبنا قبل كده يمكن برضو في قبل كاس العالم 90 لعبنا مع فرق كتير، وكان عندنا برنامج حاطين يمكن 13 مباراه دوليه لعبناهم برضو في ده كان منتخب. لا انا بكلمك على مستوى النادي الاهلي وانت لعيب في النادي مستوى الاهلي. مستوى النادي الاهلي لعبته مع بايرن ميونخ. المباراه اللي اتلعبت في استاد القاهره فاكرها باحداثها بذكرياتها باحداثها بذكرياتها بكله، وكابتن احمد عبائي ربنا يديله الصحه سجل هدف التعادل، انا فاكره كويس قوي بضربه راس، ودي كانت برضو الاستاد كان مليان ساعتها، والجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي العظيمه كانت في منتهى السعاده ان احنا بنتعادل في هذه المباراه، يعني وقتها بايرن ميونخ ده كان حاجه عملاقه، وكان بايرن ميونخ اسم كبير طبعا في الكره الالمانيه. طيب تتوقع البطوله في قطر مباراه حماسيه ولا الفرقه هتحاول تكسب باقل مثلا يعني باقل فرص ممكن تتاح في المباريات؟ لا هو بص مفيش حاجه اسمها اقل فرص، انت النهارده مفيش حاجه اسمها اقل فرص، مفيش حاجه اسمها اقل فرص. انت بتجي لك النهارده فرصه استغلها. استغلها، افرض جات لك فرصه واحده ما استغلتهاش، ما فرصه يبقى خلاص مش هتجي لك فرص ثانيه. لكم كلمه دايما بتتقال اللي بيضيع بيستقبل، اللي بيضيع بيستقبل، فانت النهارده الفرصه اللي تجي لك والفرصه اللي تسجل منها سجل منها، ما تقلقش يعني، مفيش قلق ان شاء الله، مفيش اي قلق خالص. لا لا لا. طيب برضه هسالك على البطوله دي، الاهلي عشان يتاهل ليها كسب العين الاماراتي وكسب العين بثلاثيه نظيفه في استاد القاهره، فوز الاهلي على العين ادى للبطوله اهميه عند الجماهير وعند الاعلام وعند المدربين، حاسس انه في بطوله، في بطوله، بطوله كاس العالم الانديه دي بطوله في حد ذاتها، في حد ذاتها العالم كله بيتفرج عليها، لان فرق بس بنظامها مختلف عن قبل كده، فالناس الفرق كلها النهارده بتمثل كل فرق العالم وكل الدول، النهارده فيها البرازيل، في المكسيك، في النهارده في المغرب، في الامارات، في ايطاليا، في كل فرق النهارده، المكسيك، كل فرق العالم النهارده بتمثل كيان دوله النهارده في البطوله دي، النهارده اصبحت العالم كله النهارده بيتفرج على البطوله دي، وهيبقى الناس كلها متفرغه للبطوله دي. طيب انا هسال حضرتك سؤال احنا سالناه في بدايه الحلقه للجمهور وهنستعرض مشاركات الجماهير، بس هسالك الاول، مين افضل لاعب ظهر في مباراه الاهلي واورلاندو؟ انا في وجهه نظري يعني وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان رامي ربيعه. رامي ربيعه. طب تعالى بقى نشوف راي الجمهور قال ايه لما طرحنا السؤال على السوشيال ميديا، وهل توقعات الجمهور بتتوافق مع توقعات الكابتن فتحي مبروك ولا لا. طيب حازم بيقول الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. ماشي. نشوف تعليق تاني معانا، احمد بن عمر بيقول رضا سليم. ده تعليق تاني. محمد محمود بيقول الشناوي. ساره بتقول ياسر ابراهيم. محمد بيقول الشناوي. مصطفى بيقول اكرم توفيق. شنوده بيقول ياسر ابراهيم. محمد يسري بيقول رضا سليم كان ممتاز، نتمنى منه الاستمرار ان شاء الله. محدش اتفق خالص يا كابتن فتحي.
عندنا 60 70 مليون مشجع ومدرب في نفس الوقت. بس انا يعني برضو رامي من اللعيبه اللي بتجيد دلوقتي اصبحت النهارده في دفاع النادي الاهلي النهارده مميز بصراحه. عندنا 60 مليون مميز النهارده في الضربات الثابته اللي النادي الاهلي بيطلع اكيد النهارده برضو في الحته الدفاعيه النهارده كويس جدا جدا النهارده في تغطيه الجانب الايمن النهارده اذا كان في النهارده في تطور في الجانب الايمن في الناحيه الهجوميه هو بيغطي فلا اصبح رامي النهارده من الخبرات الكويسه جدا جدا في دفاع النادي الاهلي. يا جماعه لما الكابتن فتحي مبروك يتكلم على الحته الدفاعيه فلازم على طول تقول امين وراه يعني انت واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في خط دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن فتحي نورتني وشرفتني ربنا يخليك يا محمد وانا سعيد وسعيد طبعا وسعيد بجماهير النادي الاهلي وسعيد بالبرنامج الجميل ده وبشكرك وبشكر مجموعه العمل الجميله اللي معاك بصراحه يعني. الله يسلمك يا كابتن فتحي. حلقه كانت مهمه جدا واستمتعنا فيها بالتاكيد بواحد من النجوم التاريخيين سواء على مستوى التدريب او على مستوى اللاعبين كابتن فتحي مبروك مدرب سابق منتخبنا الوطني المدير الفني السابق في النادي الاهلي. نلونا يعني تفاصيل كثيره وموضوعات مختلفه دوري ابطال افريقيا كاس الانتر كونتيننتال مونديال انديه في الولايات المتحده الامريكيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.